كانت هذه مشاهدينا لمحات إنسانية تقديرية فيها وفاء وعطاء للرجل الهلالي محمد الكوارتي في التأبين الأول، وحننتقل أيضا مشاهدينا مباشرة إلى التأبين الأول لقيسارة الحياة الملحن بشير عباس الذي قدم ما قدم لهذه الأمة السودانية من ألحان وأمجاد ومن تفاصيل لحنية كبيرة جدا من خلال أسامي موجودة في خارطة الفن السوداني. بشير عباس ذلك الرجل الذي استطاع أن يحجز مقعدا متطورا ومتقدما في الأغنية السودانية، وكذلك مشاهدينا استطاع أن يجوب العالم بهذه الألحان الشجية المتفردة والتي كان يتقنى بها كبار الفنانين في كل مكان وفي كل بقعة وفي كل مشاركة. يمكن قدم من خلال بشير عباس ألحانه الندية اللي موجودة بكل سهولة في البيت السوداني، يمكن واحدة من التوائم الجميلة جدا اللي كان بيعمل فيها مع البلابل، ومعروف هذه التوأمة منذ القدم، يعني إنه كان موجود مع عدد من الفنانين ولكن تحديدا هذه الثلاثية الجميلة البلابل والألحان الجميلة كانت موجودة من خلال الأغنيات، وحتى يعني نجد وجوده مع آلة العود ودائما هو مبتسم مع هذه الآلة الجميلة، وهو يقدم من خلالها الكثير للمجتمع السوداني من خلال الألحان ومن خلال الأغنيات الجميلة اللي بيطرب بها إلى الآن كل الموجودين في المجتمع السوداني. نتابع هذا التأبين الأول لقيثارة الحياة بشير عباس. براها هو مهرجان للاحتفاء ببشير عباس، ما كل نفس ذائقة الموت، لكن عشان تشوفوا عظمة الفن الموسيقي والإبداع، إنه بشير مات وهسه عند رب رحيم، لكن أعماله هي باقية، أعماله هي باقية وقاعدة في ذاكرة الجمهور السوداني، في ذاكرة الشعب السوداني، في ذاكرة الموسيقى السودانية، ودي عظمة بشير عباس هنا وكل المبدعين السودانيين. والله الحقيقة الوالد يعني زي ما انتم شايفين هو موسيقار عبقري وشخص متفرد في مجاله، برضه هو كأب كان كده، يعني الشخص يعني ممكن الواحد يقول هو تحت الزمن حنون وأب عطوف، وأب اهتم بكل التفاصيل، يعني حتى جوا البيت هو ما عايز يحس إنه هو فنان ومشهور ومشغول بالفن، هو بس جوا البيت هو أب عادي، يعني زيه زي الأبهات السودانيين، يعني ما بحاول يسحمنا بمثلا إنه عنده شغل، عنده بروفات، عنده كونسرت، عنده حاجات زي دي. فهو إنسان قدر يوفق جدا بين البيت وبين شغل الأضواء والشهرة والأشياء دي. بشير عباس جعل لآلة العود شخصية أساسية في الأوركسترا السودانية، بجانب تفرده في استعمال فمه في التصوير أو استعمال الصفارة، ابتكار الصفارة في مصاحبة الآلات الموسيقية، وده شيء خليه يتفرد به الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي والموسيقار بشير عباس. نتشرف احنا الاستاذ بشير عباس هو من الفنانين اللي تركوا بصمة بآلة العود، وانا دائما مع طلبتي وبحفلاتنا لأوركسترا بيت العود الخرطوم أشبهها بأيقونة العود، لأن هذا الإنسان هو عمل بصمة قوية للآلة ونشرها في كل مكان، ونشر السلم الخماسي، يعني هو له دور كبير في نشر السلم الخماسي من خلال مؤلفاته الجميلة اللي هم أكثر من تقريبا 50 عمل موسيقي وأكثر من 180 عمل غنائي. فهذا الرجل ترك إرث وترك بصمة جميلة، فهو أنا ما أتوقع أنه راح ولا يزال معانا وراح يستمر إنا ولأجيال بعدنا.
الله يرحمه بشير، الله يرحمه ويغفر له ويسيده الباردة، بقدر ما قدم لشعب السودان، شعب السودان يستاهل، يستاهل بشير الله يرحمه. لكن الدنيا كلنا اليوم، كلنا للموت، للموت للموت سبيل الأولين والآخرين. الله يرحم بشير الملحن الظريف اللطيف الضحاك الوناس النكتي، كل الصفات السمحة في بشير. أصل يوم واحد لا زعل ليزول ولا نكت ليزول، كلامه في خشم ضحك. يا سلام. الله يدي الله يرحمه ويغفر، الله يرحمه ويغفر له بقدر ما قدم بقدر ما وصل. نحن أخواتي، نحن أخوات والله. حق ليلى الموسيقار بشير عباس من الحاجات اللي كان بيحبها شنو؟ بيحب الموسيقى، بيحب يقعد براه، وبيحب يعزف بالعود في البيت كثير. والله بحبه، ويعني كان جال حتى في الحلفاية، ويعني عجبته الجلسة اللي بيلحن. في بيت عمه فاطمة الله يرحمها، هنا دي في نفس الوقت. نعم. وبعدين حتى كنا احنا بشلق وراه. يا سلام. احنا يعني ذاتنا علمنا وعلم اسمه همسة زلمته هي الالحان والعود العزف على العود، علمته اسمه وانا اسمه ربنا الله يرحمه. حاضرة للراعي والملحن بشير عباس إثارة الحياة الذي قدم ما قدم لهذا السودان الكبير من ألحان شجية وندية يسعد بها كل المتلقيين في المجتمع السوداني، وكل الأذن اللي تحشق المفردة والكلمة واللحن الجميل. شكرا لتيم الشروق الذي كان حاضرا في نقل هذا التأبين بقيادة المنتج العشاء إبراهيم، والزميلة أيضا تحية لها مسائية أنسام رستم كانت حاضرة في تقديم هذه الحلقة، وكل المشاهدين اللي رافقونا وتابعونا شاكرين جدا لهذه المتابعة وهذه الحلقة من ظلال الأصيل التي قدمناها لكم اليوم الأحد. ودائما أنا قاعد أقول هي ابتدارة موفقة بإذن الله، بكرة حلقة جديدة وتيم جديد يعمل على جديد الفقرات من تحت هذه الظلال. إذن مشاهدينا في الختام تحية ومحبة واحترام. محمود تاور أرجع تعال عد لي. رد يا حنية ودفني في جوار شد فراق علي قبل أنا نبجوار شد فراق علي والله أجمل سكنة تاني عود يا سكنتك يا هاني رجعت على عود تاني عود يا سكنتك يا هاني القسوة من طبعك هجرك خلاص اضماني يا
أنا صدماني. كل دول فارق دوله